جبل المصالحة شارك في وداع بطريرك المصالحة مار نصر الله بطرس صفير، مشاركة حملت رسالة فيها كل معاني الوفاء والاحترام لرجل كبير نذر حياته من أجل حرية لبنان وسيادته واستقلاله. هو بطريرك المصالحة ولقب ببطريرك الاستقلال، بطريرك الثبات، بطريرك السلام، ونحن نضيف أنه بطريرك الحكمة والرصانة والروية أيضا، لأنه كان عاقلا في مواقفه ورؤيويا، يكفي ما أضاف أو ما أوحاه للإرشاد الرسولي، ويكفي أنه لم يكن فقط يلعب دورا دينيا روحيا بتأكيد الرسالة المسيحية بما تحمله من المحبة والتسامح، لكنه كان أيضا يلعب دورا وطنيا ليؤكد أو ليدافع عن لبنان الرسالة. المشاركة اليوم من جبل كمال جنبلاط إلى جانب رئيس الاتحاد الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط بوقفة وفاة لغبطة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير، رجل المصالحة الوطنية والعيش المشترك، وهامة وطنية ودينية. البطريرك صفير شخصية وطنية على صعيد الوطن، كان له دور أساسي بثورة الأرز، وهو يمكن الشخصية الوحيدة اللي بيشترك عليها كل اللبنانية أنه كان له دور فعال بالفترة، جمع اللبنانيين وله دور أساسي بمصالحة الجبل. من المتن وعلي والشوف والإقليم وراشية وحاصبية التقت الوفود في بيروت لتكمل بموكب حاشد إلى بكركي. نحن بهذا اليوم ضروري المشاركة بجناز البطريرك صفير اللي عمود من أعمدة لبنان وركن من أركان المصالحة، برغم كل اللي عم ينحكى نحن هيدي الطلعة لفتة وفا لوليد جنبلاط يطول بعمره وللبطريرك صفير الله يرحمه. مثل ما الجبل عهد البطريرك الراحل بذاك المصالحة الكبرى مع الرئيس وليد جنبلاط وكان على رأسه حزب التقدم الاشتراكي، كذلك اليوم أهل الجبل والجبل بيردوا هيدا الجميل ليطلعوا عن كبير من هذا البلد اللي منفتقده بالجسد، ولكن يومياته وحضوره وإمكانياته ومصالحته وسلامه باخي معنا وباخي بقلوبنا. سيحفظ الجبل عهد الوفاء للبطريرك صفير على أمل أن تتحقق وصاياه وأمنياته التي كرس حياته من أجلها.